الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أشرح لكم خطوات تدريس Unit 3 Lesson 3 How often do you كم عدد المرات. Start by asking what day is it, which month is it. يعني نبدأ الدرس بسؤالهم ما هو اليوم وما هو وأي شهر. Write them on the board ونكتبهم على السبورة. Put pupils in pairs نضع الطلاب في أزواج or small groups أو مجموعات صغيرة. Ask them to look at page 39 of the activity book. نطلب منهم أن ينظرون إلى كتاب إلى صفحة 39 من كتاب الactivity book كتاب النشاط. And ask pupils ونطلب من نسأل الطلاب to ask and answer about class B survey ونطلب منهم أن يسألون ويجيبون حول دراسة أو فحص class B. هذا هو class B survey يعني دراسة أو فحص class B. Ask pupils to look at page 42 of the pupils book. نطلب من الطلاب أن ينظرون إلى صفحة 42 من كتاب الطالب. And read the title together. ويقرؤون العنوان معا. هذه هي صفحة 42. نطلب من الطلاب أن يقرؤون العنوان. Get pupils to look at the speech bubbles and read. نطلب من الطلاب أن ينظرون إلى فقاعات الكلام ويقرؤوها. Play track 45 يعني شغل مسار 45. Play track 45 again مرة أخرى نشغله. And get pupils to point to the adverbs on the arrow as they listen to Jenna and Karam talking about sports. يعني نطلب من الطلاب أن يؤشرون إلى الظروف في السهم على السهم كما هم يستمعون إلى كلام جنا وكرام حول الرياضة. Explain نشرح لهم that pupils are going to listen to Jenna talking about how often she does things every day. نشرح لهم بأنه سوف يستمعون طلاب يستمعون إلى جنا talking تتحدث حول كم عدد المرات هي تفعل الأشياء كل يوم. Ask pupils to look at the bottom of page 42. نطلب من الطلاب أن ينظرون إلى أسفل صفحة 42 of the pupils book من كتاب الطالب. And ask volunteers ونطلب من المتطوعين to read the full question يعني بأن يقرأ كل السؤال in each row في كل حقل. هذا هو التمرين في أسفل الصفحة اللي يقرأوه الطلاب. How often do you get up at 6 o'clock؟ كم عدد المرات تنام فيها ساعة في السبعة. هنا كلام جنا always وهنا يطلب منك write about yourself اكتب حول نفسك. Play track 47 and pupils just listen نشغل مسار 47 والطلاب فقط يستمعون. Play track 47 and let pupils complete the table نشغل مسار 47 ونجعل الطلاب يكملون الجدول. Ask pupils to look at page 43 of the pupils book. نطلب من الطلاب أن ينظرون إلى صفحة 43 من كتاب الطالب. Read the first sentence يعني اقرأ الجملة الأولى. And let pupils look at the three possible reactions. ودع الطلاب ينظرون إلى يعني الثلاثة ردود الأفعال المحتملة. Let pupils read number 2 to 4. يعني دع الطلاب يقرون numbers الأرقام من 2 إلى 4 and decide ويقرروا which is the best choice for each one. يا هو يعني هو الاختيار الأفضل لكل واحدة. هذه هي صفحة 43 وهذه هي الاختيارات. Put pupils in pairs to check their answers. نضع الطلاب في أزواج لكي يفحصون أجوبتهم. Get pupils look at the bottom activity on page 43. نضع الطلاب ينظرون إلى الفعالية بالأسفل في صفحة 43 of the pupils book من كتاب الطالب. Pupils tell their partner how often do they these things. يعني الطلاب يسألون شركائهم كم عدد المرات هم يفعلون هذه الأشياء. Get pupils
get pupils to look at the activity B on page 40 of the activity book. نطلب من الطلاب أن ينظرون الفعالية B في كتاب النشاط في صفحة 40. Give pupils 2 minutes to write the days of the week. نعطي الطلاب دقيقتين ليكتبون أيام الأسبوع in the left hand column في العمود على اليد اليسار. Play track 48, يعني شغل مسار 48 for a quick check, يعني كتشيك سريع. Get pupils to write activities next to each day, يعني نطلب من الطلاب أن يكتبون فعاليات بجانب كل يوم. In the table, في الجدول. Using always, often, مستخدمين always, often, never, sometimes. Look at the let's say it, يعني ننظر إلى صندوق let's say it box at the bottom of page 40, يعني في أسفل صفحة 40. And let pupils ask and answer, ونجعل الطلاب يسألون ويجيبون. Get pupils to look at activity G on page 41 of the activity book, يعني نطلب من الطلاب أن ينظرون إلى الفعالية G في صفحة 41 من كتاب النشاط. Explain, أشرح لهم that this is a text about a boy, بأنه هذا ناس حول ولد. And how often he does different activities, وكم عدد المرات هو يفعل الفعاليات المختلفة. Explain that all the words in light color are wrong, يعني اشرح لهم بأن كل الكلمات اللي في اللون الباهت يعني are wrong, إنها خاطئة. يعني الكلمات اللي الملونة باللون الفاتح هي كلها خاطئة. هذه هي الفعالية G. Tell pupils they are going to listen to the boy and first pupils just listen, يعني أخبر الطلاب بأنهم سوف يستمعون إلى الولد وأولا الطلاب فقط يستمعون. Play track 49, نشغل مسار 49. Play track 49 again, مرة أخرى نشغلها. And let pupils write the correct words, ونجعل الطلاب يكتبون الكلمات الصحيحة. Read out the text stopping at each wrong word, يعني اقرأ النص بصوت عالي متوقفا عند كل كلمة خاطئة. Set activity A, F and I on page 40 and 41 of the activity book for homework, يعني نضع الفعالية A و F و I في صفحة 40 و 41 من كتاب النشاط كواجب بيتي. Spend a few minutes to review with the pupils, نقضي دقائق قليلة لكي نعيد مع الطلاب. Play the I always, I never game, يعني نلعب لعبة I always, أنا دائما, I never. Say a verb, يعني قل فعل. Go shopping, get up. Pupils respond with a full sentence that include adverbs of frequency, يعني الطلاب يجيبون بجملة كاملة متضمنة ظروف التكرار. I always go shopping on Saturday. هذه حل كتاب الطالب في صفحة 43. وهذا حل كتاب النشاط في صفحة 40. Complete the diagram. Complete the diagram, يعني أكمل الخط أو الرسم البياني. هنا 100 always, often, sometimes, never. B activity B, الفعالية B. Write the days of the week in order, يعني اكتب أيام الأسبوع في الترتيب. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. ويطلب منك أيضا activities عن كل يوم, أي فعالية, مو إلا نفس ذني الفعاليات. On Sunday I always go shopping, I often play with friends, I never watch TV, I sometimes clean the house, I often go to the park, I never eat ice cream, I always go swimming. وهذا حل صفحة 41 من كتاب النشاط أيضا. فعالية F, complete the phrases, أكمل العبارات, يعني نستخدم أما in, on, at, with. Number one, at the weekend, دائما وي الويكند تأتي. At, in bed, يعني في السرير. Number three, with my family, مع أصدقائي, مع عائلتي.
نستخدم دائما with at 6 o'clock يعني مع الساعة نستخدم at with my friends on Saturday مع أيام الأسبوع دائما on نستخدم. وهنا أيضا عندنا فعالية G listen find the mistakes and write the correct word يعني استمع وجد الأخطاء واكتب الكلمات الصحيحة. Hello my name is Kamal Ali هو بالقطعة اللي استمعناها. Hello my name is Ali I want to tell you about what I do I never often هنا طبعا مو never I often get up at 6 o'clock but sometimes at the weekend ولكن في بعض الأحيان في العطل I get up later يعني استيقظ my teeth أغسل أسناني after breakfast بعد الفطور because it's healthy لأنه صحي. I often play with my friends on Saturday أنا يعني غالبا ألعب مع أصدقائي في يوم السبت. I never watch TV before I go to school يعني أبد لا أشاهد تلفزيون قبل أن أذهب للمدرسة. I often go shopping أنا يعني غالبا أذهب تسوق with my family at the weekend في نهاية الأسبوع. I eat breakfast in bed يعني أنا أكل الفطور في السرير. I never eat ice cream in bed لا أكل يعني الآيس كريم في السرير. Do you وهنا عندنا الفعالية I what do you do at the weekend ماذا تفعل في العطلة. Write two sentences اكتب جملتين. On Saturday I always play with my friends يعني أي جملة شوفوها مناسبة كتبوها. At the weekend I sometimes go shopping